الناس. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، لك الحمد كما تقول، ولك الحمد على كل حال. الحمد لله العليم، وصدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ما قال ربنا جل جلاله من الشاهدين. اللهم تقبل منا ختم القرآن، وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان، أو تغيير كلمة عن موضعها، أو تغيير حكم أو تسريع في تلاوته، أو كسل أو زيغ لسان، فاكتبه لنا يا ربنا على التمام والكمال. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، ويوم القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا ودليلا، وبيننا وبين النار سترا وحجابا. اللهم اهدنا بهداية القرآن، وعافنا بعناية القرآن، وتجاوز عنا بتلاوة القرآن، برحمتك يا رحيم يا منان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا، وسائقنا ودليلنا إليك، وإلى جناتك جنات النعيم، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا نسألك باسمك العظيم الأعظم، الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استغثت به أغثت، وإذا استفرجت به فرجت، وإذا استنصرت به نصرت، أن تنصر إخواننا المجاهدين المرابطين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم انصرهم على عدوهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم سدد رميهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم. اللهم أنزل الطمأنينة والسكينة على قلوبهم. اللهم آنس وحدتهم، اللهم آمن روعهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل في الشهداء موتاهم، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب، اهزم اليهود وزلزلهم.
اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود ومن هاودهم ومن ناصرهم ومن أعانهم ومن استنصرهم بقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم كما يتم أطفال المسلمين فيتم أطفالهم، اللهم وكما رملوا نساء المسلمين فرمل نساءهم بقوتك وقدرتك يا قوي يا عزيز. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واحم بيضة الإسلام وحوزة المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم يا ربنا ويا سيدنا ويا إلهنا، يا خالقنا ويا مولانا، نسألك اللهم باسمك العظيم الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق خلقه من تراب، يا عزيز يا وهاب، يا من لا تراه العيون ولا يصفه الواصفون ولا تخالطه الظنون، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا سيدنا ويا مولانا، نسألك اللهم أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأصدقائنا وأحبابنا وأزواجنا من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها، ونعوذ بك من النار وجحيمها. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته اللهم ولا كربا إلا نفسته اللهم ولا همّا إلا فرجته اللهم ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا قهرته اللهم ولا طاغيا إلا أهلكته اللهم ولا طاغيا إلا أهلكته اللهم ولا طاغيا إلا أهلكته اللهم ولا طالبا للعلم إلا وفقته اللهم ولا عسيرا إلا يسرته ولا ذنبا إلا غفرته اللهم ولا أسيرا إلا فككته اللهم فك قيد أسرانا اللهم فك قيد أسرانا اللهم فك قيد أسرانا اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم عليك بمن يعذبونهم اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يذوقونه اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يذوقونه اللهم اغفر لموتى المسلمين وأخص منهم شيخي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في دنيانا وأهلنا وأموالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وخفف لوعاتنا واختم بالصالحات آجالنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك لا إله إلا أنت سبحانك ما قدرناك حق قدرك لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وقراءة القرآن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل
وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.